زين، الخطوة الأخرى هنا أن علمهم دنيوي. طبعا علوم الدنيا، الفلك والصيد والفيزياء والكيمياء. هي بالدنيا اكو غير مكان، لكن علومنا للدارين ولكل ما تقر به العين. اقول لا، اذا كان هم لا يؤمنون بالاخره، نحن نؤمن بالاخره. نحن وجدنا ليس لهذه الخمسين سنة والمئة سنة التي نعيشهم. خذ من ممرك لمقرك. انما الدنيا مزرعة الاخرة ومحطة الاخرة، وليس هي الرئيس في الموضوع. اي علم اصلح اوسع؟ العلم الذي يختص بفترة قليلة، او العلم الذي يختص بفترة طويلة؟ بمعنى من المعاني علم لا نهائي، علم الكون، عالم الامكان الذي هو اعم واوسع من الدنيا والاخره. فحينما نقول لهم علمت شيئا وغابت عنك اشياء، حبيبي شو يعني؟ ان الاشياء التي غابت عنهم اكثر من الحد والاحصاء. هم يعرفون شيئا، وما لا يعرفونه لا نهائي، لان العلم الواقعي لا نهائي، ونسبة الواحد الى اللانهاية الصفر. اذا هم جهل الصفر عليه، رغما عليهم ربوا وهم عرضوا. الان ناخذ بعض الامثلة، ناخذ الاحساس بالنظر الاعتبار. التفاحة لها لون ولها وزن ولها ملمس ولها كثافة، انها لين ونحو ذلك من الامور، كلها تحس. نتنزل يعني، هم يقولون بان هذه الاعضاء الجسدية هي التي ترى وتسمع وتحس، ما خذت وان كان هي صحيح لا، وانما الروح هي التي تعمل ذلك عن طريق الاعضاء الجسدية. لكن اذا تنزلنا، او حتى اذا تنزلنا عن هذه الجهة، يبقى شيء وهو ما يسمى بالحس المشترك في علم الكلام والفلسفة. لأن هذه المعلومات، ثقل التفاحة ولونها وحجمها وكثافتها ونحو ذلك، تجتمع في النفس فأرى التفاحة بكل خصائصها. هذا الحس المشترك لم يستطيعوا تفسيره بطبيعتها. العين ترى، ترى العين المادية ترى، الأذن المادية تسمع، ولكنه الحس المشترك أيضا مادي. وين بالله موجود؟ إنما هو فهم معنوي بتوفيق الله ورحمته لأجل رؤية الشيء بكل خصائصه ومعرفته بكل خصائصه. فلذا ليس عندهم ما نسميه بالحس المشترك أصلا، ما موجود شيء في العلم الطبيعي. مع العلم لا يمكن أن تفسر كل الإحساسات لأي بشر ولأي حيوان الا بالحس المشترك، لانه تجي الاحساسات مباشرة. حبيبي شوف، واحد السمع، واحد الاحساس، لمس، واحد الذوق، واحد من قال انها مجتمعة؟ فنصبح من قبيل السفسطائيين في داخل انفسنا، اي المشككين في كل الحقائق. ما لم تجتمع ويحصل لنا علم واطمئنان حقيقي وقناعة بان هذه الامور مجتمعة، وان هذا الكتاب بنفسه ازرق، انا ما اشوف زرقا معلقة بين الارض والسماء، وانما في هذا الكتاب بالتعيين. حتى شنو؟ حتى انه ادرك الواقع على واقعه، واقع ضيق، ولكنه اذا كان حس مشترك ماكو يذهب الواقع كله. والعلم المادي لم يقدم ما يسمى بالحس المشترك.